من جديد يقرر القضاء الفيدرالي متابعة الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر على خلفية قضية فساد إضافية، هذه المرة على ارتباط بشركة تعمل في مجال البنية التحتية. كريستينا التي أعلنت عزمها الترشح لمنصب نائب الرئيس في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة متهمة في إطار هذه القضية بالحصول على رشاوى مقابل منحها امتيازات غير قانونية لشركة تعمل في مجال الطرق السريعة، وذلك حينما كانت على رأس البلاد في الفترة ما بين 2007 و2015. ومنذ مايو الماضي شرع القضاء الفيدرالي للمرة الأولى في محاكمة الرئيسة السابقة على خلفية تهم بالضلوع في قضايا فساد خلال ولايتها الرئاسية. وتنفي كريستينا التي تشغل حاليا مقعدا برلمانيا بمجلس الشيوخ التهم الموجهة إليها، ودأبت في الأشهر الأخيرة على اتهام أحد القضاة الفيدراليين بمحاولة قطع الطريق على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعلى الرغم من أن الرئيسة السابقة تتمتع بالحصانة البرلمانية التي تحول دون سجنها، فإن ذلك لا يعفيها من الملاحقة القضائية.